اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشيت الصحافه وهذه جوله صحفيه جديده نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحليه والدوليه مع ضيفي الكاتب الصحفي جاسم شمري حياك الله معك. حياك الله يا مرحبا نهار سعيد ان شاء الله. اذا مشاهدينا بعد الفاصل نبدا معكم بصحافتنا المحليه. نستهل جولتنا مشاهدينا في الصحافة المحلية من جريدة الجريدة والتي كتبت خبرا حول استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وقالت الجريدة أن سمو حمل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كما حملوا سمو تحياته إلى ولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفر الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أما في جريدة الراي فكتبت نسمو رئيس مجلس الوزراء شيخ أحمد نوافل أحمد الصباح أكد خلال رعايته وحضوره أمس تمرين تعاون واحد في ميدان الأديرع أكد على أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم ما في جريدة القبس نقرأ وفد غوستاف روسي الكويت متقدمة في علاج السرطان وتفصيلا تقول القبس ان وفد مستشفى غوستاف روسي الفرنسي اكد ان الكويت متقدمة في علاج السرطان معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشان وفي اطار زيارته لاستكمال رسم الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك لعلاج امراض السرطان تفقد الوفد الفرنسي مركز الكويت لمكافحة السرطان والمراكز التخصصية التابعة له هيئة الطرق تطرح خمسة مشاريع ضمن خطتها للعام 2022/2023 تحت هذا العنوان كتبت جريدة الأنباء تقول إن الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن خمسة مشاريع سيتم طرحها مناقصات ضمن خطتها السنوية للعام المالي 2022/2023 وأوضحت هيئة الطرق أن مشروعين من هذه المشروعات تفوق قيمة كل مشروع منهما 75 ألف دينار وهما عبارة عن مناقصة لدراسة وتصميم للسكة الحديد المرحلة الأولى والمناقصة الثانية للخدمات الاستشارية لإعداد استراتيجية لهيئة الطرق. وننتقل معكم إلى جريدة السياسة والتي كتبت عن استئناف نحو نصف مليون طالب وطالبة في كافة المراحل التعليمية في التعليم العام والخاص والنوعي، الدراسة صباح أمس للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لاستكمال دراستهم. ونختم جولتنا في الصحافة المحلية بخبر رياضي من جريدة الوسط حول مباراة العرب والسالميه في نهائي في تفاصيل الخبر تقول الوسط انه برعايه وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد يدافع فريق العربي لكره القدم عن لقب كاس ولي العهد في مواجهه السالميه على الساد جابر الدولي لزياده غلته الى تسعه القاب في حين سيكون اللقب هو الثالث للسالميه حال الفوز باللقب. ما ماشيه الصحافه مستمر معكم بعد هذا الفاصل نتجه وياكم الى الصحف العربيه والعالميه مجلة ناشونال انترست تخصص مقالها الرئيسي لموضوع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بعنوان موت الدبلوماسية الأمريكية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعلق فيه كاتبه جيفري أورنسون على محتوى الرحلة الأخيرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى تل أبيب ورام حيث تشير اقتراحات بلينكين المنخفضة الأهمية لنزع فتيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى التقلص السريع للبصمة الدبلوماسية الأمريكية على ما كان عليه لسنوات عديدة فقد استسلم استسلمت الولايات المتحدة منذ زمن بعيد للزيادة الحتمية في المستوطنات الإسرائيلية يشير تقرير سجل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين قد نما إلى أكثر من نصف مليون في الضفة الغربية نفسها وأكثر من 200 ألف في مستوطنات شرقية القدس التي تم احتلالها اذا نتحدث هنا بالتحديد عن زياره الوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن لم تغير شيئا حقيقه في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وايضا على مستوى الانتهاكات التي تقوم فيها الاحتلال الاسرائيلي برايك ما تفسير هذا التراجع لدى الديمقراطيين تحديدا في البيت الابيض يعني اعلان الولايات المتحده الدائم التزامها بحل الدولتين لم يفضي حقيقه الى حقائق ملموسه على ارض الواقع خلال 30 سنه الماضيه لسبب لسببين رئيسيين الاول ان الولايات المتحده الامريكيه تعمل دائما كحائط صد ضد أي ضغط دولي على الكيان الصهيوني لإلزامه باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقرارات الدولية الملزمة في هذا الصدد وثانيا المساعدات الأمريكية المستمره والخياليه حقيقه للكيان الصهيوني في هذا في هذا الاتجاه. الان يعني لا فرق بين ديمقراطي وجمهوري في مساله العلاقه مع الكيان الصهيوني هما يعني يتنافسان لارضاء دائما لارضاء الناخب اليهودي لديهم وبالتالي هم يعني دائما يضعون خط يعني احمر تحت مقوله ان امن اسرائيل هو يعني خط احمر لديهم وبالتالي دائما التعامل السياسي في هذا الاتجاه مع هذه الفرضيه هذا من جهه ايضا التعويل تعويل الفلسطينيين حقيقه على يعني على ان ان تلزم الولايات المتحده اسرائيل او الكيان الصهيوني بشيء ما يعني هو بمثابه حقيقه يعني رسم على على الرمال لأن الفلسطينيين في الوضع الحالي فقدوا يعني اهم حافز يعطي المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعني القدرة أو الرغبة في التفاوض معهم. وهو خيار المقاومة سلمت خيار المقاومة تماما استغنت عنه. وبالتالي الفلسطيني الآن في وضع لا يستطيعون التقدم الى الامام ولا يستطيعون التراجع الى الخلف، ربما نقرا في مساله العمليات الفرديه الاخيره التي نعم. يعني اربكت الكيان الصهيوني يعني بعض التفاؤل في ان تعود ان يعود الفلسطينيون الى هذا الخيار لالزام الولايات المتحده والكيان الصهيوني الى الجلوس على طاوله المفاوضات والبحث عن سلام حقيقي في المنطقه. نعم حتى منذ تراجع الدور الامريكي زاد نعم. تطرف الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة يوما عن يوم مثل ما ذكرنا في الخبر زادت المستوطنات، الانتهاكات، المجازر خصوصا المجزرة الأخيرة صحيح. في جنين، إذا لماذا يتم التعويل على الوسط الأمريكية إذا؟ نعم ال ال الوسيط الأمريكي حقيقة في ال في فيما بعد انتهاء يعني الثنائية القطبية ب باندثار الاتحاد السوفيتي وعدم يعني تمكن يعني خليفته روسيا من لعب دور حقيقي في, في العالم اصبح يعني العالم احادي القطب، الولايات المتحده هي المتحكم الرئيسي في السياسه الدوليه وبالتالي هي من رعت مفاوضات اوسلو وهي من دفعت باتجاه يعني جلوس الطرفين على طاوله المفاوضات وتوقيع هذه الاتفاقيات قبل ثلاثين عام تقريبا. الان القوه السياسيه للولايات المتحده افضت الى يعني إلغاء أي دور آخر للاتحاد الأوروبي وللكيانات الإقليمية الأخرى في المشاركة بصنع يعني سلام حقيقي في في هذا الاتجاه. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تملك حق النقض الفيتو وبالتالي هي كما قلت قبل قليل هي تعمل كحائط صد يعني ضد الزام الكيان الصهيوني في 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 القبول بأي احترام لاتفاقات دولية الفلسطينيون يعني غير قادرين على خلق قوه قادره على الضغط على الولايات المتحده او على الكيان الصهيوني لاحلال سلام في المنطقه اما التعويل على الولايات المتحده نعم. كما قلت لأن القطب الاوحد ولن يكون هناك امكانيه لاستبدال نعم. هذا القطب الاوحد الا ب ب قطب اخر ربما يعني في العشر سنوات المقبله طيب روسيا إن نعم روسيا إن, نعم. ان ان نجحت في حربها في اوكرانيا او الصين وروسيا ان خلق محور يوازي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة نجلس مستمرين معك ونتقل معكم مع سادة المشاهدين أيضا ونبقى في الشأن الفلسطيني ونذهب إلى رام الله هناك حيث يستعرض مراسلنا فالح نصير أبرز عناوين الصحف الفلسطينية فلنشاهد نعم اهلا ومرحبا بكم الى عناوين الصحف الصادره لهذا اليوم من الاراضي الفلسطينيه نستهلها بصحيفه القدس وهي الاوسع انتشارا في البلاد والتي جاء في عنوانها الاتحاد الأوروبي يقدم عشرة ملايين يورو لخزينة السلطة الفلسطينية والاحتلال يفرض حصارا محكما على مدينة أريحة لليوم العاشر على التوالي وتفاقم الوضع الصحي للأسير موسى صوفان المصاب بمرض السرطان في سجون الاحتلال ومستوطنون يحاولون الاستيلاء على أربعين دنم من أراضي سلفيت والرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية وبن كبير وهو مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو توصلنا لحل وسط معبوت بشأن الشرق الأوسط والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس والآن ننتقل لصحيفة الأيام والتي جاء في عنوانها نتنياهو يوافق على إنشاء مستوطنة حانون على حدود قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة والرئيس عباس يترأس اجتماعا للأجهزة الأمنية وقوى الأمن والاحتلال يحتجز على إبحاث لحظة الإفراج عنه بعد اعتقال دام لواحد وعشرين سنة. والاحتلال يداهم عشرات المنازل. ويعتقل العشرات في كل من الضفة الغربية والقدس ومستوطنون يخططون للاستيلاء على أربعين دونما من أراضي محافظة سلفيت وتدهور الوضع الصحي للأسير موسى صوفان ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة وهي الصحيفة الرسمية والناطقة باللسان الرسمي للسلطة الفلسطينية والتي جاء في عنوانها الرئيس عباس يدعو قادة الأمن الفلسطيني لمتابعة الأوضاع الميدانية على الأرض ونتنياهو يستعد للمصادقه على اقامه مستوطنه على حدود قطاع غزه والاحتلال يحاصر مدينه اريحه لليوم العاشر على التوالي ويعتقل العشرات من الضفة الغربية والقدس وتدهور في الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان موسى صوفان والاتحاد الأوروبي يقدم عشرة ملايين يورو لصالح السلطة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية تتابع غرق قارب في اليونان لمعرفة ما إذا كان على متنه أحد من الفلسطينيين كانت هذه هي العناوين الصادرة في هذا اليوم أشكر مراسلنا من رام الله فالح نصير فالح على هذه الرسالة ونذهب معكم إلى تطورات الحرب في أوكرانيا وهذا العنوان في صحيفة لوفيغارو قتال عنيف في باخموت في هجوم لفاغنر قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية إن القتال العنيف كان يدور يوم الأحد في المناطق الشمالية من باخموت وهي منطقة ساخنة على الجبهة في شرق أوكرانيا في اليوم السابق أدرك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع معقد في مواجهة قوات تابعة لموسكو، ويحاول الجيش الروسي بدعم من مرتزقة فاغنر منذ الصيف الإستيلاء على هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي دمرت إلى حد التي دمرت إلى حد كبير وتحويلها إلى حصن حيث يواجه الجانبان خسائر فادحة. يعني نتحدث هنا عن فاغنر بشكل أساسي وما الحدود التي تقوم بها خصوصا في الحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا نعم يعني مجموعة فاغنر يبدو أنها يعني في المرحلة المقبلة ستلعب يعني دور دخلت في أوكرانيا أكثر نعم رأس حربة في, 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 في هذا الصراع خاصة بعد أدائها في مدينة سوليدير وسيطرة القوات الروسية على المدينة والآن يعني في معركة باخموت ربما هي التي ستفصل في هذه المعركة هي مجموعة مرتزقة يعني مكاسبها على الأرض تحقق لها العوائد المالية المتوخاة وبالتالي يعني يفترض أن أدائها على الأرض يكون باحترافية وبمهنية وبدقة عالية لزيادة هذه المكاسب أو هذه العوائد المالية لها كان لها دور في سوريا كان لها دور في أفريقيا وبالتالي اكتسبت هذه الخبرات القتالية في هذه المناطق الساخنة في العالم وبالتالي الآن يبدو أنها ستؤدي ذات الدور في 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 أوكرانيا يعني عدد من المراقبين يعني يرون بأن إدخال روسيا أو موسكو مجموعة فاغنر إلى القتال يشبه شيء من يعني من الضعف الروسي في هذا الاتجاه وأن روسيا يعني استشعرت بان هناك حرب استنزاف طويله الامد يعني جرت اليها وبالتالي هي لا تريد الذهاب الى ابعد من ذلك وبالتالي ادخال هذه المرتزقه لحسم الامور في في وقت سريع نعم نذهب الى صحيفه الشرق الاوسط معكم مشاهدينا التي ابرزت تصريح لوزير الدفاع الاوكراني اوليكسي ريزنيكوف قال فيه ان اوكرانيا لن تستخدم اسلحه طويله المدى التي تعهدت الولايات المتحده ارسالها الى اوكرانيا لضرب الاراضي الروسيه بل ستستهدف فقط الوحدات الروسيه في الاراضي الاوكرانيه المحتله. واكدت الولايات المتحده يوم الجمعه ان صاروخا جديدا من شأنها ان يضاعف المدى الذي تصل اليه الضربات الاوكرانيه مدرج في حزمه مساعدات عسكريه امريكيه الى اوكرانيا قيمتها اكثر من ملياري دولار لمساعده كييف في مقاومه القوات الروسيه. اذا كثر الحديث عن الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا في هذه الأثناء روسيا أيضا تتقدم وأيضا أشركت فاغنر مثل ما ذكرنا قبل قليل ما قيمة هذا هذه المساعدات من دبابات ومن صواريخ وما إلى آخره في تعديل كفة الصراع نعم يعني هذه المساعدات الغربية أسهمت إلى حد كبير حقيقة في كما قلت في يعني أن تميل الكفة نوعا ما الى صالح اوكرانيا، اوكرانيا استطاعت خلال فتره السته اشهر الاخيره من من الحرب التي ستدخل عامها الثاني يعني بعد ايام قليله استطاعت ان ان تمتلك زمام المبادره ان تحد من التوسع او التمدد الروسي في المنطقه ان تستعيد بعض المناطق والمقاطعات التي يعني احتلها الروس، وبالتالي بسبب هذه المساعدات الغربيه الشيء الاخر الذي يعني يجب ان يذكر في هذا الاتجاه ان المساعدات الغربيه يبدو انها لا تريد خلق نوع من التفوق الاوكراني في المعركه وانما نوع من احداث التوازن بين المنظومتين العسكريه الاوكرانيه والروسيه لاطاله امد الحرب وادخال حقيقه الجانب الروسي في حرب استنزاف طويله الامد ينهك فيها الدب الروسي ويفقد قدرته العسكريه والاقتصاديه ايضا وبالتالي يضطر الى الجلوس الى طاوله المفاوضات وهو منهك يعني في تصوري هكذا الاستراتيجيه الغربية تسير في هذا الاتجاه لأن المساعدات الغربية كما قلت وإن أحيت نوعا ما الروح المعنوية الأوكرانية لأنها لا تعطي تفوق أوكراني على الروس نعم, نعم. أيضا في نفس الموضوع مشاهدينا الترحيب بأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يتطلب الوضوح والابداع، العنوان لجريده لوموند التي تقول ان رغبه كييف في الانضمام الى اوروبا القديمه يعني ان موسكو تجعلها تدفع ثمنا باهظا، لكن حاله اوكرانيا تتجاوز التناقضات، ان الرحله المهمه التي قام بها قاده الاتحاد الى كييف في خضم الحرب جعلت من الممكن اعاده التاكيد على قوه الرابطه الاوروبيه الاوكرانيه التي تحتاج الان الى العثور عليها في شكل مؤسسي، ولهذا فانهم يرون ان عضويه الاتحاد الاوروبي بالاضافه الى عضويه الناتو هي حمايه لاوكرانيا تشبه الحمايه التي تتمتع بها الدول السابقه في حلف وارسو مثل بولندا اذا هل الحرب هي ما جعلت الاتحاد الاوروبي يؤخر فتح ملف الانضمام لاوكرانيا بالتاكيد مسار الحرب الروسيه على اوكرانيا هي من عطل ملف انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي من جهه والى حلف الناتو من جهه اخرى روسيا لا تريد يعني هو هدف معلن حقيقه لروسيا لا تريد ان تكون اوكرانيا الدوله الكبيره مساحه والغنيه بمواردها ان تكون شوكه في خاصرتها وبالتالي يعني شنت هذه الحرب لمنع هذا هذه الخطوه الاوكرانيه للذهاب الى ان تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي ايضا هناك ايضا من يتخوف من من افلاس الاتحاد الاوروبي اذا انضمت اليها اوكرانيا ما رايك في هذا الاتجاه يعني لن نقول بان بان هناك افلاس هناك يعني فاتوره حرب حرب يعني او اعاده اعمار لاوكرانيا ستتحملها دول الاتحاد الاوروبي وبخاصه القوتين الاقتصاديتين الكبريين فيها هما المانيا وفرنسا وبالتالي ألمانيا ألمانيا وفرنسا حاليا يعني ترزحان تحت ربكه اقتصاديه يعني وتضخم ويعني بطء في النمو وبالتالي بالتاكيد فاتوره الحرب فاتوره اعاده الاعمار فيما بعد فتره الحرب ستكون مكلفه عليهما هو في هذا الاتجاه اما حاله افلاس لا اظن اوكرانيا تمتلك من المقدرات الشيء الكثير الذي حقيقه لولا الحرب كان اضافه حقيقيه للاتحاد الاوروبي نعم نعم ايضا في نذهب الى موضوع اخر معكم مشاهدينا في صحيفه الاندبندت. الصين تهدد بمزيد من الاجراءات بعد ان اسقطت الولايات المتحده من طاد تجسس قالت وزاره الخارجيه الصينيه في بيان ان الصين تتمسك بحزم بالحقوق والمصالح المشروعه للشركه ذات الصله وفي الوقت نفسه تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الاجراءات ردا على ذلك واضافت من الواضح ان الصين طلبت من الولايات المتحده التعامل مع هذا الامر بشكل مناسب وبهدوء وباحترافيه ضبط النفس لقد اصرت الولايات المتحده على استخدام القوه ومن الواضح انها بالغت في رد الفعل يعني عن اي نوع من الاجراءات تتحدث بكين للرد على هذا السلوك الامريكي القوي في الرد نعم. باتجاه المنطاد نعم. يعني ردة الفعل الصينيه حملت يعني اجابه واضحه على هذا الـ الـ على هذه الخطوه من الولايات المتحده هي قالت انها تحتفظ بحق الرد بذات الاجراءات فيما لو يعني حدث اختراق امني امريكي في في حدودها او في محيط ما تعتقد انه حدودها وهنا نتكلم عن تايوان وعن بحر الصين الجنوبي وبالتالي هي منطقه عمليات عسكريه كبرى للولايات المتحده دائما هناك وحدات امريكيه عامله في هذه المنطقه وبالتالي احتماليه ان يكون هناك اختراق او تجاوز وارد في تصوري يعني الصين لن تفتح جبهه قتال مع الولايات المتحده الامريكيه ولكنها تل يعني ستحتفظ بها بورقه تفاوض في مستقبل العلاقات الامريكيه الصينيه نعم. وايضا هيل الامريكيه طرحت زاويه اخرى للموضوع من خلال هذا العنوان تايوان لا ينبغي ان يتسامح المجتمع الدولي مع حادث المنطاد الصيني قال تايوان ان بالون التجسس الصيني المشتبه به الذي كان يحلق فوق الولايات المتحده لا ينبغي ان يتسامح معه المجتمع الدولي المتحضر مضيفه ان بكين يجب ان توقف السلوك الذي يسبب عدم الاستقرار الاقليمي وإلى الواشنطن بوست التي أفردت تقريرا عن السباق الرئاسي في 2024 بعنوان استطلاع اي بي سي يظهر ان قله من الامريكيين متحمسون لاعاده تنافس بايدن وترامب اظهر استطلاع للراي اجرته صحيفه واشنطن بوست الامريكيه بالاشتراك مع شبكه مع شبكه اي بي سي نيوز ان قله من الامريكيين متحمسون لاعاده السباق الرئاسي بين الرئيسي الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب على غرار المنافسه الانتخابيه السابقه بينهما عام 2020 وقالت الصحيفه التي نشرت نتائج استطلاع انه ربما يكون كل من بايدن وترامب قد حصلا على عدد قياسي من الاصوات في عام 2020، ولكن في هذه المرحله المبكره من دوره الانتخابات المقبله 2024 يظهر الامريكيون القليل من الحماس لاعاده المباراه بين الزعيمين. يعني برايك ما قراءتك لنتائج هذا الاستطلاع؟ نعم يعني هنا نشير مثلاً إلى أن خلال الخمسين السنة الأخيرة لم تحدث يعني مفارقة سابقة عاد مرشح خاسر جولة انتخابات جديدة. الان يعني ان ان يعاد المنافسه بين دونالد ترامب وجو بايدن في 2024 يعني امر آم وارد حقيقه آم ولكن ان لم يدخل انا اقول ان لم يدخل الى المشهد منافس لجو بايدن من جانب الحزب الديمقراطي هو امر غير وارد في الوقت الحالي وايضا من الحزب الجمهوري وان طرحت بعض الاسماء الى انها لا لا يبدو انها ستنافس بقوه ترامب سيكون المشهد حقيقه ملتبس نوعا ما، في تصوري سيكون هناك يعني نسب متدنيه من المشاركه الانتخابيه، انا في تصوري نسب غير مسبوقه في الانتخابات الامريكيه، سيكون هناك نسب منخفضه جدا لان الناخب الامريكي بطبيعته ميال الى الى التغيير، وهو يعني المحفز الرئيسي له الحاله الاقتصاديه الخاصه به كناخب وبالتالي لم تتغير مع كلا الشخصين مع دونالد ترامب ومع جو بايدن لم تتغير الحاله الاقتصاديه حقا لم يستشعر الناخب الامريكي بان هناك تغيير كبير يذكر وبالتالي يعني ان يعاد السباق او التنافس بين يعني الرجلين سيكون خارج اهتمام الناخب الامريكي وبالتالي ارجح ان يكون هناك تدني في مستويات المشاركه الامريكيه وصلنا معكم مع سادة المشاهدين إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل مقال اليوم مشاهدينا من صحيفة القدس يحمل عنوان لماذا يتجنبون مصطلح الاحتلال الإسرائيلي بقلم دلال صائب عرقات تقول فيه أن إدارة بايدن أدركت قوة السرد فهي مدركة لتأثير الخطاب وتحديدا تأطير الصراع وتركز على دور أجندة بناء سلام ليبرالية عند التطرق للملف الفلسطيني وهذا ما انعكس في سياسة غير عادلة للغاية أوصلتنا للوضع الراهن غير المنصف تجنب المتحدث باسم البيت الأبيض الرد على الصحفي الفلسطيني في واشنطن عند سؤاله لتسمية الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في محاولة لفهم تجنبهم الحديث أو حتى ذكر كلمة الاحتلال نعلم جميعا أنه في القرن الحادي والعشرين سيكون من العبث لأي شخص واع أن يقبل حقيقة وجود الاحتلال العسكري والفصل العنصري ضد أي شعب كان تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كبيرة عما يحدث في المنطقة هجمات المستوطنين في القدس مستوحاة من الاعتراف بها عاصمة لليهود دون غيرهم، وهو الأمر الذي استمرت إدارة بايدن في السماح به، كما أنه من المستحيل تجاهل 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لإسرائيل سنويا بالإضافة إلى مبيعات الأسلحة المدعومة وضمانات قروض بقيمة ثمانية مليارات دولار على الأقل في الأمم المتحدة أعطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إسرائيل غطاء لانتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب واستخدم سفراؤها حق النقد ضد قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بحقوق وحماية الفلسطينيين لهذه الأسباب الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر او غير مباشر في جرائم الحرب الاسرائيليه ضد شعبنا مشاهدينا من الان نصل الى الكركاتير بعد هذا الفاصل شكرا اليوم مشاهدينا نطالعه مع ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري من صحيفة الشرق الأوسط وتعليقك حول هذا الكاركاتير نعم يعني المنطاد الصيني وضع على طاولة التحاور أو العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ولكن يظل منطاد يعني منطاد بمعنى انه مليء بالهواء وبالتالي من من السهوله بمكان ان يفرغ من الهواء لتعود يعني لتعود طاوله المفاوضات الى البحث عن يعني معالجات للقضايا المصيريه بين الطرفين يعني. نعم بهذا الكر كثير مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم ما يسعني ان اشكر ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكراً موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة نلقاكم غداً إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس التوقيت في أمان الله